إذن في الوقت الذي تتطلع فيه دول الخليج لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والشريك الأكبر بالنسبة لدول الخليج هي الصين في تلك الفترة التي نشهدها من قبل والآن لتعزيز العلاقات ما بين الطرفين الصيني والخليجي، هذه المرة مباحثات كانت ما بين وزير الخارجية الصيني والسعودي فيما يتعلق بإطلاق منطقة حرة خليجية، هذا لتعزيز الأواصر وأيضا العلاقات التجارية ما بين المنطقة والصين. هذا الأمر الذي كانت هناك مباحثات منذ عام 2004 فيما يتعلق بهذه المنطقة للعمل على وصول لاتفاق فيما يتعلق بهذه المنطقة، هذا الأمر سيعمل على تعزيز العلاقات وبالتالي سيزيد من صادرات أيضا المنطقة الخليجية للصين التي تعتبر الصين الشريك التجاري الأمثل وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفط. لكن الاستثمارات المتبادلة ما بين المنطقة والخليج بالنسبة والصين، حجم الاستثمارات لو ألقينا النظرة السعودية والإمارات تعتبر الأبرز فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة في حجم الاستثمارات، السعودية تصل تقريبا حجم الاستثمارات من عام 2005 لعام 2021 لأكثر من 43 مليار دولار بالنسبة للاستثمارات الصينية في الخليج، أما بالنسبة في الإمارات فتستحوذ على حوالي 36 مليار و200 مليون دولار. أما بالنسبة لباقي دول الخليج هناك العلاقات قوية ما بين الخليج والصين فيما يتعلق بتنويع الاستثمارات وأيضا في القطاعات المتنوعة، ليس فقط في قطاع الطاقة وإنما في التكنولوجيا والقطاع الصحي وغيره. أيضا بالنسبة للكويت حجم الاستثمارات يتجاوز 11 مليار دولار، وأيضا لقطر بحوالي 7 مليارات و800 مليون دولار. لو ألقينا نظرة أيضا فيما يتعلق بجهود الصين لتعزيز الاستثمارات مع دول الخليج، وهذه المرة بمبادرة الحزام والطريق، هذه الاتفاقية التي تم إبرامها في عام 2013 وهناك تعهد بالوصول لحوالي التريليون و200 مليار دولار إلى التريليون و300 مليار دولار بالنسبة لهذه الاتفاقية. وأيضا بالنسبة لخطط هناك ضخ استثمارات بحوالي 60 مليار دولار في المنطقة خلال 10 سنوات من قبل الصين. أبرز القطاعات كما ذكرنا هناك قطاع الطاقة والنقل والتعدين والخدمات اللوجستية كالعلاقات المتبادلة في هذه القطاعات. ولو نظرنا أيضا بالنسبة لبوصلة الصين وصوب الخليج تتركز أيضا بأن الشريك التجاري الأول هو السعودية من خلال الخمس سنوات الأخيرة، فحجم التجارة البينية ما بين الصين والسعودية وصل حوالي 309 مليارات ريال في عام 2021 بارتفاع ب 39%. شهدنا خلال ديسمبر الماضي زيارة الرئيس الصيني للسعودية وأيضا القمة الخليجية الصينية والتي بادرت هناك اتفاقيات كثيرة في اقتصادية ما بين المنطقة والصين، وأيضا لتعزيز عودة الصين وانفتاحها على أسواق جديدة وأيضا في الخليج وتعزيز أعمالها. بالنسبة للصادرات السعودية تمثل حوالي 192 مليار ريال، 41 مليار ريال هي صادرات غير نفطية بعيدا عن النفط كونه الصين هي المستورد الأكبر للنفط من دول الخليج. أما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين السعودية والصين وصل لحوالي لتريليون و200 مليار، الاستثمارات الصينية في السعودية وصلت لحوالي 29 مليار ريال. أما بالنسبة للصين والإمارات أيضا تأتي الإمارات ثانيا من حيث الشريك التجاري الأكبر للصين، التجارة الثنائية ما بينهم تصل لحوالي 64 مليار دولار وخلال 8 أشهر من عام 2022. أما استثمارات الصين في الإمارات بلغت حوالي 9 مليارات و900 مليون دولار في عام 2020. إذن هذه نظرة مبسطة حول مدى العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة ما بين الصين ومنطقة الخليج.